السلام عليكم، أهلين فيكم في تسريبات جديدة أو براءة اختراع جديدة. ما تعتبر تسريبات لأنه خلاص تسجلت براءة اختراع ذي من قبل. أبل سجلت براءة اختراع جديدة حق الكيبورد حقه. كل يعرف الكيبورد مع التراك باد الجديد أبل توهم نزلت قبل شهرين. في شيء أشياء ما عجبتنا كبداية. أول شيء وهو تقريبا بالنسبة لي الوحيد أن الكيبورد الجديد ما تقدر تقلبه. يعني كنت مركب الكيبورد مع تراك باد والجهاز تبي تستخدمه بالقلم لازم تفصله وتستخدم القلم، ما يصير لك فلات. فبرات اختراع ابل الجديد الحين ان الكيبورد نفسه يقدر، بما انه الحين واقف كذا، هذا الايباد واقف والكيبورد كذا، ينسدح وينزل تحت، فيعتبر فلات يكون لكن في مسافه قليله. بالنسبه لي الكيبورد القديم بدون تراك باد افضل بالمرحلة، لكن شو نقول، اهم شيء انه راح يكون عملي وتقدر تكتب بالقلم وتسدحه، يعني وتقدر تكتب به. الكيبورد اللي موجود مع تراك باد مستحيل تقدر تسدحه وتكتبه به، لازم يكون واقف كأنه لابتوب. فنشوف قدام شو تسوي. هذا البراءة اختراع الجديد حق الكيبورد الجديد. وبرضو القلم، كل يعرف ان القلم الابل بنسل 2 يركب فوق الايباد حق الشحن، ففي براءة اختراع نفس الكيبورد هذا مكان الهنج اللي تحت، نعرف ان جهة اليسار في مدخل يو اس بي سي لحق شحن الايباد، فراح يكون في مدخل الجهة اليمين يكون نفس الدائرة دي نفس الهنج، راح تقدر تركب فيها القلم نفسه. فبدل ما تحط القلم فوق الايباد الحين تقدر تحطه في الجنب. حركة حلوة علشان مثلا لو حطيت الايباد مثلا في الشنطة عندك او اي مكان ويكون متعلق فوق في الايباد، احيانا يطيح، احيانا ينفصل من نفس الشحن لانه ماجنت، فالحركة انه يركب داخل يكون افضل بكثير. هذا البراءة اختراع الجديد حق قبل نفس الحركة. وبرضه نفس الكيبورد في مدخل يو اس بي سي راح يكون في نفس الكيبورد جهة اليمين. ما ادري هل راح يكون حق شحن الايباد، اذا حطوا حق شحن الايباد فراح ينفصل مدخل الشحن اللي بنفس الهنج، هل بتكنسلها ولا ما تكنسلها ما ندري الان، لكن راح نشوف قدام. المهم ان الكيبورد نفسه في مدخل يو اس بي سي في الجنب. طبعا معروف ان الكيبوردات الموجوده الحين ما فيها شحن، الكيبورد نفسه ما يشحن، يعني مداخله بنفس الكيبورد يشحن الايباد، الكيبورد ياخذ طاقته من الايباد نفسه فما يحتاج شحن الكيبورد. هذا كلها براءة اختراع. برضو في براءة اختراع، بما نتكلم عن القلم الحين، في براءة اختراع ابل مخذته من سنتين تقريبا حق قلم ابل بنسل، في زي الديجيتال او في سكرين في نفس القلم. أبل ما نزلت إلى الآن، يمكن في المستقبل تنزلها. وفي برضو اليوم برضو خذت براءة اختراع ثانية لحق قلم نفسه تقدر تركب أكسسوري عليه، تقريبا لحق الأشخاص اللي يبون يرسمون 3D، كيف ما ندري، بس في أكسسوري تنزل على القلم. ما أتوقع أبل بنسل 2 اللي موجود عندنا، أتوقع في أبل بنسل 3 راح ينزل، متى ما ندري، حتى الكيبورد هذا متى راح ينزل ما ندري. فأبل توقع أن أبل بنسل 3 راح ينزل حق نسخة البرو الجديدة السنة الجاية أو السنة اللي بعدها ما ندري. وأبل بنسل 2 راح ينزل حق فئة الاير مثلا بعد سنة أو سنتين، وأبل بنسل 1 يتم لحق الفئة الأقل من هالفئة، فهتتم يصير عنده ثلاث سلاسل كذا. فتوقع كذا بتمشي أبل، نسخة جديدة مثل الآيباد يكون مثلا ميني ليد، اوكي راح تكون نسخه قويه، ال سي دي بالشاشه كامله راح تكون النسخ المتوسطه، الايباد اير، الايباد ميني، نسخه الايباد بس ب $200 مثلا تكون فيها عادي الشاشه فيها زر وفيها الاشياء دي، لان الاشخاص يبون استخدام بس. يمكن يسوي كذا ما ندري، نشوف قدام. فبس هذا البراءة اختراع، هذا كل شيء. فبنهايه الفيديو تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع وملايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاتكم، انا رافع فوق بيوركم السماء بس. شوفوا كيف، وهذا حسابي في سناب شات، تشرف بإضافتكم، السلام عليكم.